نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس الملتقى الثاني لعائلات السويس الذي أقيم بعزبة الخشاشنة بحي الجناين بهدف التواصل الجماهيري والوقوف على مشاكل المحافظة والسعي لحلها. شارك في الملتقى المستشار عماد خاطر الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وأحمد خشانة أمين الحزب بالسويس، والذي أوضح أن الملتقى يهدف لتحقيق التواصل مع المواطنين وخصوصا من أهالي المناطق الريفية، حيث يتم التشاور مع كبار العائلات حول أنسب الحلول للمشاكل المختلفة التي قد تواجه أبناء المنطقة. الملتقى ده بيجمع اهالي السويس وعائلات السويس كلها لمناقشه بعض المشاكل اللي موجوده ودراستها عن طريق الحزب وايجاد حلول ليها، وده من يعني ابسط حاجه احنا بنقدمها كحزب مستقبل وطن لاهالي السويس الكرام. الملتقى زي ما حضرتك شايف كده ده ان شاء الله هيبقى بصفه دوريه كل شهرين كل ثلاثه ان شاء الله، وكل عائلات السويس ممثله في هذا المؤتمر. ان شاء الله باذن الله مستقبل وطن مع شعب السويس قلبا وقالبا في حل المشاكل، وده ان شاء الله قريبا كل الناس هتشوف وتشوف الحلول بعينيها باذن الله.